غلا عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. إيه إيه في إيه في إيه في إيه يا عم؟ إحنا مالنا؟ إحنا مالنا؟ إحنا مالنا؟ مش إحنا عاملين يا عم أغنية بقالنا 3 أيام نسافر عشان نعملها؟ ماشي بس الانشطة دي جميلة الناس كلها تعرفها يعني. لا بس احنا عملنا واحدة. طب قوليها خلاص. انا اسف انا اسف كنت فاتح لايف يا جماعة. ثانية واحدة يا جماعة. رغم عذاب الدنيا علينا رغم اننا دا حوالينا رغم عذاب الدنيا علينا رغم اننا دا حوالينا رغم سكوت العالم كله رغم مؤامرة سمو كهين احنا ولا مهما يحاولوا يغموا عنينا بنبع عزم صلاح الدين نبور شمس النور بيدينا احنا ولادك يا فلسطين مهما يحاولوا يغموا عنينا بنبع عزم صلاح الدين نبور شمس النور بيدينا احنا ولاد ام الشهداء حب وتضحية وفداء احنا ولاد ام الشهداء حب وتضحية وفداء لو يوم جاك الغاصب يضرب احنا قلوبنا وروحنا فداء. هو ده بقى اللي كان مزعل. قلنا لهم خلاص الانشودة بما انك اقتحمت علي اللايف وقفلنا اللايف واللايف باظ فانا بقى هحطك حطة تمام. انا عايز اسمع قرآن. افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إيه يا بنتي ده؟ انت عملت معايا الانشوده وما اعرفش ان صوتها حلو في القران. انت حافظه القران اصلا؟ انا مش حلك. انت فكرك ان انا هسيبك تمشي كده؟ انت اللي حطيتي نفسك. سمعيني كمان حاجه. خد المايك معاك. كل صلاتي ونسكي إلا الله والدنيا والدوام لله والدنيا والدوام لله. انت فهمك من زمان حرفيا يا جماعة. لا ثواني اصلا كنت بشوفها. احنا سجلت معانا الانشودة اللي كسرت الدنيا احنا اولادك يا فلسطين. بس والله اول مرة اسمع صوتها في القرآن. انتوا عارفيني القرآن يا جدعان روحي وهو القرآن روحنا جميعا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بالقرآن نحيا يا جماعة. ايه الجماعة يعني؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. الله اكبر عليك. ربنا يحميك ويحفظك ويكتر من النموذج العظيم ده يا جدعان. انت كنت فينك من زمان؟ انا عايز افهم يعني انت كنت معانا ما قلتليش ليه؟ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا كان عايز اسمع حاجه تاني. ايه ايه لا سواها تمشي مفيش موضوع. لا 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 وانا فاتح القناه دي سلسبيل يعني انا عايز افهم بس القناه دي مفتوحه سلسبيل القناه دي لاهل القران. يلا بينا قولي تاني قولي تاني عايز سمعينا اي تاني قران. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء الله حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها الله وقال لهم خزنتها سلام الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر صدق الله العظيم. الله أكبر عليكي. ربنا يحفظك ويحميك يا بنتي. انت جبتلي سخونية جبتلي سخونية والله العظيم.
أنا بعد إذنك من فضلك حاول تقلدي لي الشيخ حسن صالح تاني في أي آية بالله عليكي. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الشيخ حسن صالح ده أنا من الناس اللي بتجري في شرياني. الشيخ حسن صالح ده ما شاء الله عليك، هتختمنا بإيه؟ عايزك تقولي حاجة تختمنا بيها. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. عذرا ما علم وعلى الغار اليمام قد بنى العش وسوجم دون لفظ أو كلام. إن لله جنودا دون رمح أو لجام كلما اشتد الظلام وأتم الله نورا بك يا مسك الختام. يا حبيبي كن شفيعي في الورى يوم الزحام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.